تعرف حبائي ليش بمنعوك تقرأ الكتاب المقدس؟ وبقول لك يمكن محرف، لأنه خايف تقرأ. ليه بمنعوا الكتاب المقدس يدخل بعض الدول؟ ليه بخافوا؟ طيب هقرأ في عزة أجمل من عزة يسوع المسيح. طب حتى الشعوب الأنبياء كله عم بقول عن تفوق وسمو هذا الشخص في أخلاقياته وفي حياته وفي تعليمه. طب ليه ما بتقرأ عنه؟ أنا بتحداك اليوم، إذا أنت عندك شكوك في هالموضوع، سيبك من الموضوع اللي بقول لك محرف، جيب لك نسخة أصلية أو وين بتقول إنه في نسخة صحيحة، جيبها وأنا بوافق معك، لأنه عارفين ما فيش أحبائي. اعمل جوجل، افحص، شوف يعني في كل، أنا عم بحاول أبسطها عليك، لكن أستطيع أن أبرهن لك عشرات بل مئات التناقضات والأشياء التي تخالف تعليم الله والمقاصد الإلهية، وناس بتعمل أنبياء وبتجعل منها آلهة تتمشى على الأرض.